أهلا بكم متتبعي ومشجعي وفاق سطيف. إذا تتابعون في هذا الفيديو موعد وتوقيت والقنوات الناقلة لمباراة وفاق سطيف أسانتي كوتوكو الغاني في مباراة ذهب كأس الكاف. إذا وفاق سطيف أسانتي كوتوكو الساعة 4 مساء بتوقيت الجزائر. القنوات الناقلة هي قنوات بي سبور الفرنسية. ماكس و اتش دي 1 تجدون ترددات في الفيديو. أما مباراة الإياب فستكون يوم 24 فيفري 2021، القناة النقلة هي الأرضية الجزائرية. في الأخير لا تنسوا توقعاتكم لنتيجة المباراة ومن أي ولاية ومن أي بلد تشجعون وفاق سطيف. إذا بالتوفيق لوفاق سطيف في كأس الكاف وكذلك شباب القبائل مدينة الجزائر وشباب الوزداد في دوري أبطال إفريقيا. في الأخير لا تنسوا لايك وتعليق ليصلكم كل جديد عن الجزائر وأخبار الرياضة. شكرا.